شويه المناديل بوب اللي بتحطها دي شغل عالي قوي. كابتن حازم امام اول بالي كتير طبعا ما طلعتش معاك، تحياتي ليك ولكل اسره البرنامج. المفاوضات كانت صعبه ولا سهله مع مدير فني بحجم راي فيتورا، واحد من الاسماء المتالقه في الدوريات؟ مش صعبه ومش سهله، بس هي كانت طويله شويه، وكان طبعا في ضغوط كبيره. احنا عندنا كان هنا في مصر الناس كلها طالعه، مش المنتخب مش لاقي، الاتحاد بيدور، ما حدش عايز، فكان بس في توتر شويه. لكن قعدنا فيها اسبوعين، وهو مدرب كبير، فكان الموضوع بس في شويه ديتيلز كده تفاصيل. لكن هو بصراحه حبه للفكره وحبه لمصر ومنتخب مصر، مش عايز اقول حبه مصر، ما كانش يعرف مصر، انا قصدي حبه لفكره المنتخب 4 سنين ومنتخب كبير زي مصر، دي اللي قربت المسافات بشكل كبير. وهو زي ما قال في المؤتمر، يعني انا اديته نبذه على كل ده، وقال لي انا اتفرجت فعلا، واضح ان اللعيبه في بطء شويه، في شكلهم تعبان اكيد من موسمين، وده اللي خلينا يعني هنقعد معاه في الفتره الجايه عشان شكل الدوري السنه الجايه، السنه دي هيحصل ايه، فبرضه هيبقى عنده تصور، لان هو لازم هيتدخل في الحته دي، ان هو توقفات عامله ازاي، هيشتغل عاملين ازاي. لسه ما استقرناش. المنتخب الاولمبي مع كابتن بركات الملف ده بيفلتر كل حاجه، وان شاء الله في اقرب وقت. المدرب المصري لسه برضه بنشوف الدنيا ماشيه ازاي فيه، ويعني ان شاء الله على الراجل هيقعد النهارده وبكره يتفرج على ماتش السوبر، على ماتش الكاس، ويسافر ويرجع بقى على اول الشهر. لما يرجع ان شاء الله يكون الامور دي استقرينا عليها باذن الله. كان في انكار ذات